يا مساء الخير. النهارده هفتح معاكم موضوع جديد خالص، وكالعاده انا بفتح دايما موضوعات محدش بيتكلم فيها ولا حد بيتطرق ليها خالص، او يعني مش بالضروره انها تكون خالص، لكنها دايما بتعود معاكم ان بفتح موضوعات بتكون الى حد ما موضوعات بتمس الناس، موضوعات الناس بتكون بتتكلم فيها، بتحتاج ليها حاجات كتيرة قوي الناس مش بترضى أصلا يعني تقولها ولا تفتح حوارات فيها، بتكون زي الصندوق الأسود كده، بتكون مغلقة تماما. موضوعنا النهاردة اللي هتكلم فيه هيكون حياتنا في أمريكا. يعني إيه حياتنا في أمريكا؟ الحياة في أمريكا حياتنا مختلفة تماما عن الواقع اللي احنا أو اللي الناس متوقعه. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني احنا لما جينا امريكا، امريكا حلم، وامريكا حلم للناس كلها وللعالم كله من كل الناس، وقلت الكلام ده قبل كده وعملت فيديو بيه وقلت ان امريكا حلم. بس هل الحلم دوت حلم حقيقي والتواجد دوت بيكون نفس الصورة اللي احنا شفناها قبل كده في التلفزيونات وشفناها قبل كده في الافلام وزي ما بيتصدر لنا كده يعني عن امريكا؟ هقول لكم لا، كل اللي بنشوفه وكل اللي بيتصدر لنا للأسف غير الواقع. ليه غير الواقع؟ ده اللي هبدأ أقوله لكم ونتكلم فيه حالياً. لو اتكلمنا عن حالياً، من يوم ما جيت أمريكا في حاجات كتيرة قوي اتغيرت. العلاقات الإنسانية اتغيرت، ناس كتيرة اختلفت، كلنا بنشتكي إن الناس متغيرة، بس أنا بشتكي إن الناس اتغيرت مرتين أكتر منكم الضعف. الناس ما اتغيرتش؟ لا، الناس اتغيرت، وفي نفوس متغيرة، وفي حسد وحقد غير عاديين بقوا ظاهرين، والكل بيشتكي من نفس الموضوع ده. بعد ما جئت لأمريكا حسيت ان انا مثلا امريكا دي يعني بتاعتي انا لوحدي، وامريكا دي مثلا كأن انا حطها في علبة وحطها في الدولاب عشان خاطر تحافظ عليها. ايه الحوار الغريب ده؟ بالرغم من وجودنا في امريكا وتواجدنا هنا كل حاجة جميلة، امريكا جميلة، امريكا جميلة جدا، الحياة حلوة في أمريكا، الحياة حلوة جدا، الطبيعة بتاعتها والناس والدنيا، احنا عايشين ومتعايشين وكل حاجة جميلة بس اللي يستمتع بيها. بس مع كل الحاجات الحلوة ديت دايما بتكون عاملة زي الطبخة اللي ناقصة ملح. يعني ايه زي الطبخة اللي ناقصة ملح؟ يعني دايما ممكن نكون عاملين سيرفيس حلو قوي وتقديم حلو قوي، بنقول الله كانت حلوة قوي بس لو كانت حطلها شوية ملح كانت هتبقى حلوة. طيب ايه المشكلة اللي موجودة في امريكا؟ ما احنا قلنا ان كل شيء زي ما فيه حاجات حلوة وكتيرة وجميلة برضو فيه حاجات مش جميلة. وطبعا لأي حاجة في الدنيا لها وجهان، وجه مشرق ووجه مظلم، او مساوئ ومزايا، او مزايا وعيوب. ايه الحاجات اللي موجودة؟ زي ما قلت انا بالنسبة ليا في امريكا كل حاجة متوفرة. يعني ايه كل حاجة متوفرة؟ يعني دي الميزة مثلا اللي موجودة. الناس اللي خرجت من بلادها علشان تروح لبلاد المهجر، وبلاد المهجر الأساسية هم ثلاث بلاد، هم ايه؟ هم اللي هم أمريكا وكندا وأستراليا. دول البلاد المهجر اللي كانوا محتاجين فيهم بني آدمين، وبدأوا يستوردهم الناس عشان خاطر تتواجد في المكان ده. ترجع ليه موضوعنا الأساسي وهو التواجد في بلاد المهجر. التواجد في بلاد المهجر بعد وجودي في امريكا للاسف الشديد بدات الاقي الناس اتغيرت كتير، وزي ما قلت كده في البدايه كاني امريكا دي بتاعتي انا وانا حطاها في الدولاب ومنع حد ياخدها او يلمسها. امريكا متاحه للناس كلها وامريكا موجوده، لكن للاسف كل ما حد بيتكلم لو اتاخرت على حد في المكالمه يقول لك اصل انت بقيتي امريكانيه عليتي علينا، اصل انتوا خلاص ما حدش عارف يكلمكم، اصل ما حدش عارف ايه كده. لكن الواقع ان انتوا عايشين احسن اساسا مننا، لان انتوا عايشين في الوطن بتاعكم. امريكا وطن مش وطن بالنسبه ليا؟ لا طبعا، انا مصريه حتى النخاع، مهما اكون في امريكا ومهما استمتعت بيها بلدي هي وطني. مصر حتى انها غاليه علينا وجوانا احنا، رغم ان احنا عايشين ومتعايشين وفي حاجات مميزه وفي حاجات بتكون متميزه بالنسبه لينا وبنلاقي يعني مزايا كتير وكده، لكن دايما في شيء ناقص ينقصنا، الامان النفسي. الامان النفسي مش ان احنا نلاقي امان كده ان احنا عارفين نتحرك في البلد من غير قلق، لا، الامان النفسي امان الراحه النفسيه، ان احنا نرتاح نفسيا، نحس ان احنا لينا اهل، لينا حد من الحد بيتعب يلاقيه. احنا ده مش موجود،
احنا عندنا ما عندناش حياة اجتماعية. عارفين يعني ايه ما عندناش حياة اجتماعية؟ ولادنا دول بالنسبة لينا ولادنا غلابة جدا. ليه غلابة جدا؟ لان لا ليهم لا خال ولا عم ولا جار حتى الواحد يقدر يعتمد عليه لو في اي ظرف اتحط له. احنا بنتحط في مواقف كتير جدا، ولكن هو ربنا اللي بيقف معانا، ومبقاش عندنا حتى ندور على سند. الواحد لو تعب ما بيلاقيش حد جنبه. زي ما قلت، مهما كان الامريكان او الاجانب علاقتهم كويسه جدا وناس محترمين والكلام ده كله، لكن في حدود. الحدود ما نقدرش نتعداها، يعني كل حاجه ليها الحد. هل مين اللي ممكن نثق فيه عشان نسيب اولادنا معاه او الكلام ده كله؟ الموضوع صعب. ناس كتير جدا من القرايب، ناس كتير جدا من الدرجه الاولى اتغيرهم وبيتعاملوا معانا ان انا مثلا امريكا ديت كان انا يعني زي ما قلت بقيت امريكيه خلاص، وان انا عليت وان انا. ناس كتيره جدا من اللي في بلاد المهجر والناس اللي موجودين هنا بيشتكوا من نفس الموضوع. كل الناس اللي في الدول العربيه دايما نظره لنا نظره مختلفه، حاسديننا ان احنا في امريكا. انتوا حاسديننا ان احنا في امريكا على اساس ان احنا شايفين كل حاجه ورديه وكل حاجه حلوه، وبنخرج الصبح نهز الشجره فالشجره بتنزل دولارات، واحنا وشطارتنا بقى نجمع قد ايه من الدولارات دي. يعني كل واحد وشطارته بقى وربنا يقدره. يعني طبعا الحياه غير كده خالص، كل حاجه ليها زي ما قلت. العمل هنا والمجهود غير عادي. اللي عايز يبني نفسه وعايز فلوس وعايز يكمل بيته ويكمل حياته يبقى لازم يبذل مجهود، والمجهود دوت محتاج. يعني الشغل هنا انتحار. احنا الشغل مش زي ما احنا مثلا موجودين في مصر خالص، ولا تقولي زي الدول العربيه خالص. الناس بتشتغل شغل جبار. يعني احنا بنخرج، اللي بيخرج الصبح من شغله بيشتغل من 8 لحد الساعه 5، مفيش حاجه اسمها خروج، مفيش حاجه اسمها استئذان، مفيش حاجه مش عارفه ايه الكلام ده، هشرب سيجاره بره، هعمل الكلام ده كله، مفيش. كل حاجه بمواعيد. ليك لانش تايم، بناخد في اللانش تايم، اللي عايز يشرب سيجاره، اللي عايز يفطر، اللي عايز يعمل ليه في وقت اللانش بتاعه، بيعمل تليفون في الوقت ده، وهكذا. وطبعا في حاجات كتير قبل كده زي ما قلت بتحكمنا كتير، لكن احنا فعلا يعني اذا كان احنا الناس اللي معانا هنا متغيرين، لو بصينا للمجتمع اللي معانا والناس اللي عايشه معانا هنا هتلاقيها انها كله زعلان من كله، وكله واخد موقف من كله. ليه؟ يقول لك الناس اتغيرت، دي اتغيرت، دي ما عادتش بتكلمني، دي ما عادتش مش عارفه ايه، دي بدات تلبس ايه، ده كل الناس باصه لبعض، محدش باصص لحاله. كل واحد من اللي موجود هنا سواء راجل او ست باصص للاسره الثانيه او الراجل الثاني او الست الثانيه، او بص فلانه عملت ايه، وبص فلانه عملت ايه، ودي لابسه ايه، ودي عامله ايه. فاصبحت المجتمع كله. احنا رغم كده احنا محتفظين، ما زلنا لسه محتفظين بحاجات كتير قوي، بعاداتنا وبتقاليدنا بثقافتنا مع اولادنا. بنبذل مجهود جبار بالنسبه لينا عنكم في اللي موجودين في الدول العربيه، لان احنا مجهودنا مضاعف. انتوا عايشين بتسمعوا الاذان وبتسمعوا خال وخاله وعم وعمه وجار وجار يقول عيبه ولا وما يصحش وكده، انما احنا هنا بنشتغل على كل دوت لوحدنا، كل دوت بنعمله احنا مع نفسنا. طبعا يعني كل الحاجات دي طبعا ليها حاجات كتيره، ليها ظروف كتيره، ليها معايير نفسيه يا جماعه غير عاديه. انا على فكره بنقل صوره كامله جدا عن كل الناس اللي موجوده هنا والشكاوى اللي بتبقى دايما موجوده والناس والزعل اللي بيحصل. يا جماعه دايما لازم نشوف في الاعذار ونشوف الوجه الاخر للناس التانيين. لازم يكون عندنا يعني روح كده ان احنا نشوف روح التسامح، وروح ان احنا نحط نفسنا في موقف الاخر. ممكن في ناس عشان ننزل كل سنه، اصلا عشان ننزل لبلادنا كل سنه الموضوع مكلف جدا بالنسبه لينا ومرهق جدا ماديا. التذاكر بقت غاليه جدا. انتوا لما تسمعوا يعني اسعار التذاكر لو هنحولها بالمصري يعني هتجيلكوا حاله ذهول ان احنا عشان نسافر. الفرد الواحد دلوقتي بيتكلف من 1600 دولار لحد 2100 دولار و2200 دولار. فاحسبوها بالمصري، التذكره الواحده غير لما يكون حد معاه طفلين بس، حتى معاه اربعه، معاه كده، كل ديت اعباء علشان خاطر يقعد يحوش طول السنه او طول السنتين عشان يقدر ينزل كل سنتين علشان خاطر يبقى فيه فائض. ما عادش في الفائض اللي كان موجود في كل الدول اللي الناس كانت بتسافر زمان وتعمل مبلغ وتقدر تحوش وتقدر تعمل. الاعباء زادت، الانفليشن طبعا زاد جدا، معروف على مستوى العالم الانفليشن اللي هو التضخم. التضخم موجود على مستوى العالم، فطبعا برضو صايبنا احنا كمان. فكل الحاجات دي لها تاثيرها علينا الايجابي والسلبي. اعذروا الناس شويه،
اعذروا الناس اللي بره، فكروا فيهم، احنا محبين جدا لبلادنا اكتر من اي حد تاني، رعونا زي ما احنا بنرعيكم، احنا بنكون قلبا مقلبا معاكم، فكروا فينا واحنا لما بنسمع اي اخبار حزينه وبتجيلنا من بلادنا واحنا قاعدين هنا. يعني لسه صاحبه صديقتنا مثلا مامتها متوفيه وهي موجوده في مصر، التانيه باباها توفى وهي هنا وهو في مصر، لا قادره تسافر له، لا لا اي حجز عشان تسافر، عشان تحضر مثلا جنازه، بتحضر دفن باباها وبتحضر الكلام ده كله. بيننا وبينكم 12 ساعه دايركت، ده لو هنلاقي تذكره دايركت يبقى ال 12 ساعه جوه الطياره. بره الطياره بقى لسه اللي هو يعني نقول 6 ساعات كده للتحضير، عشان خاطر حتى الواحد ياخد شنطته ويجري على المطار، محتاجه 6 ساعات، محتاجه 5 ساعات اقل حاجه. كل الحاجات دي لازم تحطوها في الحسبان، ما تحكموش علينا من رؤيتكم انتم اللي انتم شايفينها، لازم تبقى عندكم كمان يعني قناعه بالوجهه النظر الاخرى. الحاجه الثانيه طبعا ان يعني زي ما قلت انتم في مصر شايفين حاجات كتيره ومتغيرين. انا لما نزلت مصر المره دي استغربت الناس اللي موجوده، استغربت الشباب، استغربت يعني الاكزاجوريشن اللي موجود في مصر ما كانش موجود قبل كده. الاكزاجوريشن يعني المبالغه، المبالغه في اللبس. انا بقابل الناس مثلا اقول لها الله ده الطقم بتاعك ده جميل ومش عارفه ايه، الله امور وبتاع، تقول لك ايه على فكره ده سينيه، ده برام، ده مش عارفه انت عارفه ده جايباه من حته فريق. يعني حتى وهي جايه تقابلني بتحاول تلبس احسن حاجه علشان تقولي ان انا عندي الحاجه ديت، او انا جايبه يعني ما تفتكرش انت جايه من امريكا يعني اللي عندك الكلام ده، رغم ان احنا الدنيا مختلفه خالص. انا عايزه اقول لكم ان يعني العادي بتاعنا ان النايك والاديداس والسكاتشر والكلام ده كله موجود في المحلات للناس العاديه تشتريها، والناس ده موجود، الحاجه موجوده. ففي فرق قوي بين ده وبين ده. احنا ما عندناش الاكزاجيريشن اللي موجود دوت، ما عندناش المبالغه في ردود الافعال الغريبه اللي بنشوفها. يعني حاجات كتيره زي ما قلت احنا بنقابلها وبنقابلها كتير قوي، فما تحكموش علينا من خلالها. احنا محبين كلنا لبلادنا، وكلنا بنتمنى للجميع الخير، وكلنا واحنا هنا عندنا شوق وحنين لبلادنا اكتر مما تتخيلوا. عندنا شوق وحنين لاهالينا اللي احنا بنتمنى ان احنا نتجمع معاهم ونكون معاهم اكتر من اي حاجه تانية. لكن النفوس الضعيفه اللي بدات تظهر كتير قوي 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 لمعظم الناس المهاجرين اللي متغربين للاسف بدات تزيد، ولما بتكون هتحزن لما بتكون من القريب قبل الغريب، لان دايما القريب هو اللي بيكون اكتر معرفه بالانسان وقريب منه، فبيبقى دايما بيدور على اخباره وبيدور على الاحداث وبيدور على كل حاجه. لكن البعيد يا دوبك صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، بتكون العلاقه افضل كتير في التعامل. اتمنى انكم كلكم يعني يكون عندكم جانب من جوانب الحب والود. اتمنى ان انتم تدعوا للناس اللي عايشه في بلاد المهجر. انا بسجل الفيديو دلوقتي والهواء والريح بره غير عاديه الصبح، عشان خاطر انزل يعني بابني، الهواء كان بيطيرنا، العالم كله قام اتغير، بس احنا كمان عايشين في جو مختلف، عندنا حاجات كتيره بنشوفها. زي ما قلت اعذروا الناس وفكروا فيهم. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي شيما في امريكا. باي باي.